صاب المصور. طلع. اعطيني. سلامة يا محمود. اعطيني الكاميرا. اعطيني انصاب معي المصور. سلامة. لحظة. لا مدوا على الأرض، مدوا على الأرض. بس إذا أمكن سيارة، صليب أحمر لأن أنقل المصور. طيب مشاهدينا، نحن نبقى دائما في متابعة لهذه الصور المباشرة والحية التي ينقلها لنا زميلنا محمود شكر مراسل العربية، ونتابع إصابة مباشرة لمصور قناة العربية وزميلنا وزميل محمود شكر الذي رافقه في تصوير كل هذه. زميل ماهر المور يعني هو الآن ملقاة على الأرض. أرجو من الزملاء في مكتب العربية بيروت أن يسعفونا مباشرة لنقل الزميل من هنا إلى منطقة آمنة. طيب صوتك وصل محمود. نحن نطالب فقط بسيارة صليب أحمر، سيارة صليب أحمر فقط حتى أتمكن من نقل زميلي المصور. طب حدثنا عن الإصابة.